السلام عليكم مشاهدي هذا الفيديو متابعي القناة. اليوم دونك راني جيتكم بهذه التحلية اللي هي كوندي شوكو، اللي تقدروا ديروها تاني كوندي فخاز، بمكونين أساسيين. الوصفة اقتصادية وممتن سهلة مغذية وتندار في الدار بالنظافة الأكيدة. تبعوا مع أم سارة للطبخ. دونك هذه الوصفة مقادير وطريقة تحضير ويدعو على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكفية تاعنا على بركة الله. هنا عندي دونك عندي أونتو عندي لتر حليب. دونك هنا درت نص لتر، ما راهيش سخونة، راهي نورمال. ندير لها زوج مغارف كبار تاع الفلون شوكولا ولا فلون فريز ولا فاني ولا حبيتو كراميل، نتوما وذوق تاعكم. دونك زوج مغارف ليكيفالون تاع 50 غرام تاع الفلون هكذا. دونك انا هنا الحبه نزيد لها السكر، نزيد لها السكر. انا هذه الفلون تاع الكيلو، الفلون تاع الكيلو هذا يجي سكري بزاف، كي ماشي كيما كاينين ماركات واحد اخرى اللي يجوا ناقصين فيهم السكر. انا هذه فيها بزاف سكر، دونك نقص لها السكر. وهنا درت مغرفه تاع لاميدون ولا نشا ولا لافيكو دو مايس ولا دقيق ذره. نخلط كامل هكذا برد في برد، ومن بعد نديرهم فوق النار حتى يغليو ونخليوهم، نخليو هذا الفلون يتجمد كيما مداريين نديرو الفلون بالطريقه العاديه. بعد ما جمد لي هذاك الفلون خلاص، واش نديرو بلا اسمو هذا، نجيو بالميكسور، نجيو نميكسو كامل هذاك الفلون. ايوا نجيبو هذاك النص لتر تاع الحليب اللي بقات اللي غليتها وحدها، نزيد هكذا نخلط. هنا القوام تاع كوندي شوكو تاعنا نتوما تحكموا فيه، حبيتوه يجي ليكيد بزاف ديروا بزاف الحليب، حبيتوه يجي شويه ثقيل ديروا شويه. هوليك القوام تاعو، لك حبيتو تجي ثقيل يجي خفيف نتوما والقوام اللي حبيتوه. هكذا تكونوا صنعتو في الدار. ميم السكر نتوما تحكموا فيه. هاوليك كوندي شوكو تاعنا، دونك هنا الى حبيتو تعززوا فيه الكو تاع الشوكولا، سوا تذوبوا شويه تاع الشوكولا وديروها في هذاك الفلون الاولاني، سوا تزيدوا شويه نص مغرفه تاع الكاكاو، وفي هاد الحاله زيدوا زوج مغارف تاع السكر. الا درتوه بذوق الفخاز تقدروا تديروا معاه تاني كيف كيف لافخاز طبيعيه باش تعزوا هذاك الذوق تاع الفراوله. دونك نتمنى تكون هاد الكيفيه عجبتكم اكزاكتومون كيما كوندي شوكولي نشريوه. دونك بالثمن او بدا ديجا كان غالي ودوكا زاد الغلا على الغلا. دونك هكذا ولادكم يشربوا واش يحبوا، او ميم طون نظافه اكيده، والمكونات تاني على بالكم واش ديروا فيهم، ما فيهم ني حوافظ، دونك حال ماده حافظه، ني مواد كيميائيه. نتمنى تكونوا وصلتوا لهاد المرحله، ونتمنى تكون وصفه عجبتكم. ننصحكم من كل قلبي تجربوها، بنينه مليح مليحه من رمضان، مليحه للغوتي. تقدروا باغ اكزومبل تشرو هكذا دي بوتي هكذا تمدوهم لولادكم يدوهم للغوتي للمدرسه، ولا هكذا كي تكونوا خارجين هكذا جوله. ولا اترككم في رعايه الله والصلاه والسلام على رسول الله.